استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية هذا اليوم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث قدم لجلالته الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة فارس الموروث، وهي كبرى مسابقات لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية، والتي أقيمت منافساتها برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وهم أحمد معيوف الرميحي صاحب المركز الأول، منصور علي الخالدي صاحب المركز الثاني، ونواف حسن الكعبي صاحب المركز الثالث. وقد هنأهم جلالته أيده الله على تفوقهم في هذه المسابقة مشيدا بعطائهم وبالمستوى الفني المتميز الذي قدموه خلال المنافسات والذي عكس قدراتهم ومهاراتهم المتقدمة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مشاركاتهم القادمة. وأعرب جلالته رعاه الله عن تقديره للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يوالي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تعزيز مجالات الرياضة والشباب في البحرين من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات والمنافسات التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الانتماء والوطنية وترسخ الهوية البحرينية الأصيلة من خلال تشجيع شباب المملكة على إحياء تراث الآباء والأجداد. ويا مرحبا بوافينا الأشبار، ويا مرحبا بقدوم وافينا الأشبار، يلي على الكايد قويها عزومة، حر شهر للمجد من كف صقار، من شاه وكر تنوم سعلومة، لهزهز الميدان بالماقف الحار، أخوان نجلة كالعالي ترومة، على ظهور الخيل يردون الأخطار، الماضي يلي نفتخر فيه سلومة، والحاضر اللي كل نوادر حضار، الطير والبندق اللي اجال زومه والهجن ودروع المشاهير ومهار، والبيرق اللي حافظين نرسومه، والدين ويضه وحشمه الضيف والجار، عوايد تورث وتبقى محشومه، لها عندنا حشمه وقيمه ومقدار، تاريخ من عصر بعيد نرقومه، على خطا منهم لنا درع وستار، نطلب من الله جعل عزه يدومه، مليكنا نرخص له ارواح واعمار، حمد سنام المجد موجع خصومه، حمد سديد الراي لو صار ما صار، يا شيخ يا شيخ اني نومس قدومه، يا ابو حمد حييت يا فارس الدار، اهلا هلا يا عز ربعه وقومه، يلي بعشرات التماثيل بيطار. قم يا قلم واكتب من الشعر ما زال، زخرف من حروفك كل ما وهبته، خط الغلا وانظم من الشعر قيفان، نظم البيوت اللي بفكري بدعته، ابيات شعر مثل سلكات الاقران، حمر تشيل اللي بفكري بدعته، حمر شراريات من نسل بوشان، ازي من اللي في خيالي رسمته، فيها الصرايم عقد لولو ومرجال، وسومها واسم الخوالد وسمتها، درهبتها للي بهالفكر طربان، صوب الرفاع ولا في قصره قصدته، حمد اخو نجله رفيع العز والشان، العاهل اللي تفتخر لا مدحته. حمد اخو نجله له العز والشان، العاهل اللي تفتخر لا مدحته، لك وقفه يا شيخ تهز الابدان، شامخ وراسك للمعالي شهرته، ولك نهضه يا عون هذيك الاوطان، يوم شافت البحرين بتاج بدعته، البستها من عزك اليوم تيجان، تاج قوي للزعامه صنعته. صح. البستها من عزك اليوم تيجان، تاج قوي للزعامه صنعته، نشهد انك للعطاء صرت عنوان، يوم الفقر بسيوف عزك ردعته، الطيب طبعك والوفا فيك رنان، والخير نهجك والكرم ما بخلته، والعز ساسك والعطاء منك هتان، والجود عهدك والعهد ما جهلته، على مسار الطيب ارخيت العنان فوق الذهبي للمكارم طلقته، على مسار الطيب ارخيت العنان فوق الذهبي للمكارم طلقته، يا سيدي فعلك ما يبقي برهان، دام الوفاء والطيب من جدك ورثته، من جدك الفاتح فخر ذيك الازمان، ليوم عهدك والوفاء ما خذلته، يا الله عسى ياتيك من الرب غفران، ويزيد اجرك كل يوم من حكمته، يا الله تحفظ من لبس ثوب الايمان، تحفظ مليكنا الصعايب. امين امين.
وأشاد جلالة الملك المفدى رعاه الله بالمشاركة الواسعة من قبل المتسابقين والإقبال الكبير على متابعة جميع مراحل المنافسات، كما هنأ جلالته جميع الفائزين والمتسابقين في مختلف المسابقات والمنافسات، وأعرب عن تقديره لجهود منظميها والقائمين عليها، متمنيا للجميع دوام التوفيق والتقدم. وأكد جلالة الملك المفدى حفظه الله دعمه وتشجيعه الدائم لكل المساعي الخيرة والمبادرات الهادفة للمحافظة على التراث الوطني، ومن بينها إحياء مثل هذه الرياضات التراثية والتعريف بها وتشجيع جيل الشباب على ممارستها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية البحرينية الأصيلة. كما أعرب الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة فارس الموروث عن عميق الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على ما لقوه من دعم ورعاية وتشجيع من لدن جلالته رعاه الله، شاكرين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثمنين مبادرات سموه الكريمة في إقامة رياضات الموروث الشعبي وتهيئة كل أسباب النجاح للمشاركين فيها.